لو انت عايز تنقص وزنك وتخفف من الضغط الزائد على حركتك، وعملت كتير دايت وعملت كتير انقاص وزن، استخدمت أدوية، استخدمت تمارين، ولكن بيعود اللي فقدته مرة تانية وبيزداد وزنك. النهاردة معانا بشكل طبيعي وسريع انقاص الوزن وطرق بسيطة وسهلة، وتأكد تماما ان انقاص الوزن هو تغيير في السلوك وتغيير في نمط الأكل وتغيير في نمط الحياة. هيا بنا نبدأ، وبسم الله وعلى الله نتوكل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مع قناتكم مصادر الأخبار. وفيديو النهاردة وموضوعنا بشكل طبيعي سريع إنقاص الوزن سريع. في البداية بدعوك للاشتراك في القناة، ما تنساش تضغط على زر الإشعارات حتى يصلك كل ما نقدمه على هذه القناة من أخبار تهمنا وتهم صحتنا وتهم كل مجالات حياتنا. ونبدأ على بركة الله. تأكد أن ممارسة التمرينات الرياضية وتناول المكملات الغذائية واتباع نظام غذائي معين ليس إلا مجرد خيارات يمكن أن هي بتساعد على إنقاص الوزن. على الرغم من أن العديد من الأنظمة الغذائية والمكملات وخطط استبدال الوجبات الغذائية بتضمن فقدان الوزن بسرعة، إلا أن معظم غير مدعوم بأدلة علمية، وأيضا بيعود الوزن إلى ما كان عليه. أول حاجة معانا النهاردة ويمكن اتباعها وهي نظام غذائي وممارسة يومية. لإنقاص الوزن يجب على المرء أن يكون على دراية بكل ما يستهلكه من أطعمة ومشروبات. الطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك هو الاحتفاظ بدفتر يومي أو استخدام متتبع استهلاك طعام عبر الإنترنت أو الهاتف الذكي، لكي يحذر الخبراء من أن الوساوس التي تتبع في تتبع الوجبات يمكن أن يكون غير صحي. في ناس بتكتب اللي كلته واللي ما كلتوش وتاخد نظام غذائي من الإنترنت، وفي الحقيقة ده بيؤدي إلى إنك تكون في حالة من الرعب والخوف، واللي بتؤدي بنتيجة عكسية وبيزداد وزنك. تقليل مستويات التوتر. تاني حاجة، نتيجة للإجهاد أو التوتر بيتم إطلاق الإدريانالين والكورتيزول في مجرى الدم، مما يقلل الشهية في البداية كجزء من استجابة القتال أو الهروب. ولكن عندما يكون الشخص تحت ضغط مستمر يبقى الكورتيزول في مجرى الدم لفترة أطول، مما يزيد من شهيته ويحتمل أن يزيد من استهلاكه للغذاء. إذن انت عايز تعمل انقاص وزن، ما يبقاش عندك تطور توتر وقلق، كل شوية توزن نفسك وكل شوية تعصب وكل شوية تتوتر، انا بعمل كل شيء وزن ما بيخسش. الكلام ده بيؤدي الى ارتفاع مستويات التوتر، وبالتالي بيؤدي الى اطلاق الادريانالين والكورتيزول في مجرى الدم، يؤدي الى في البداية الى تقليل الشهية، ولكن بعد كده بيؤدي إلى زيادة الوزن عندك والأكل أسرع. شيء تاني، تحسين جودة النوم. كشفت نتائج العديد من الدراسات أن أقل من 5 إلى 6 ساعات من النوم كل ليلة بيزيد خطر الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن. تتسبب عدم كفاية أو جودة النوم في تباطؤ العملية التي يحول فيها الجسم السعرات الحرارية إلى طاقة، والمعروفة أيضا باسم التمثيل الغذائي، وبالتالي بيتم تخزين الطاقة غير المستخدمة على شكل دهون، بيكون نتيجتها زيادة الوزن. تؤدي قلة النوم أيضا إلى زيادة إنتاج الأنسولين والكورتيزول، مما يساهم في تراكم الدهون. يبقى إذا لابد من إنك تحافظ على نوم ما يقلش عن 7 لـ8 ساعات نوم هادئ. تعزيز بكتيريا الأمعاء. بيعد دور البكتيريا في الأمعاء وإدارة الوزن مجال ناشئ للبحث. يمتلك كل فرد تركيبة فريدة وكمية فريدة من البكتيريا في أمعائه. يمكن أن تزيد بعض الأنواع من الطاقة التي يحصدها الفرد من الطعام، مما يؤدي إلى ترسب الدهون وزيادة الوزن. يعني بكتيريا الأمعاء لها دور. كل إنسان عنده مجموعة مختلفة و
متشابكة أو تختلف عن الآخر من البكتيريا في الأمعاء، ولكن هناك طبعا بكتيريا موجودة في أمعاء كل الناس. في بعض الناس عندها أنواع من البكتيريا بتؤدي، هذه البكتيريا بتكون فريدة من نوعها، بتزيد من هضم الطعام وإنتاج طاقة، وبالتالي بيزيد الوزن، فده شيء ممكن تاخده في الاعتبار. أي تناول الكثير من الألياف، لا يمكن هضم الكربوهيدرات النباتية مثل الألياف في الأمعاء الدقيقة، وبيساعد اتباع نظام غذائي غني بالألياف إلى إنقاص الوزن عن طريق زيادة الشعور بالامتلاء. إذا تناول الكثير من الألياف وده بيؤدي إلى زيادة الشعور بالامتلاء أو الشبع، وبالتالي بيقلل من شهية الإنسان، ولكن احذر من الإفراط. تقليل السكر والكربوهيدرات المكررة، يسالك الكثير من النظام الغذائي يحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف بشكل متزايد، وحتى المشروبات التي تحتوي على السكريات لها صلات محددة بالسمنة. بيعد الأرز الأبيض والخبز والمكرونة أمثلة على الكربوهيدرات المكررة، بيحدث تحول سريع للجلوكوز من هذه الأطعمة، خاصة وأنها سريعة الهضم. عندما يدخل الجلوكوز الزائد في مجرى الدم بيحفز هرمون الأنسولين الذي يعزز تخزين الدهون في الأنسجة الدهنية، وبالتالي عليك تقليل السكر والكربوهيدرات المكررة. تناول البروتين على الفطور، من خلال تنظيم هرمونات الشهية يمكن أن يساعد البروتين الأشخاص في الشعور بالشبع. يرجع السبب الرئيسي إلى أنه بيقلل من هرمون الجوع الغريلين مع زيادة هرمون الشبع. تعتبر الأطعمة التالية اختيارات جيدة لوجبة فطور غنية بالبروتين: بيض، شوفان، زبدة، جوز، بذور، سردين. كل ده بيؤدي إلى إنك تفضل شبعان، بيديك طاقة طول اليوم، وبالتالي بتقلل أو بتقلل من تناول الطعام. يبقى البروتين على الفطور بيؤدي إلى سد الشهية. اتباع صيام متقطع، الصيام المتقطع هو نمط من الأكل بيتضمن صيام منتظم قصير المدى ووجبات خلال فترة أقصر من اليوم. الدراسات بتقول إن الصيام المتقطع حتى 24 أسبوع يؤدي لفقدان الوزن لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن. من الأفضل اتباع نمط الأكل الصحي في أيام عدم الصيام وتجنب الإفراط في الأكل. يعني ما تجيش تصوم وبعد ما تيجي اليوم اللي انت فطران فيه تاكل كميات أكبر، فأنت كده ما عملتش حاجة. في حاجة أخيرة هي ممارسة الأكل اليقظ. تتضمن ممارسة الأكل اليقظ الانتباه إلى كيفية ومكان تناول الطعام. يمكن أن تساهم هذه الممارسة في الحفاظ على وزن صحي وكذلك الاستمتاع بالطعام أثناء تناوله. لسوء الحظ بيضطر الكثيرون إلى تناول الوجبات سريعا لتلبية متطلبات حياتهم المزدحمة أثناء تنقلهم في سياراتهم ومكاتبهم أو أثناء مشاهدة التلفزيون أو استخدام الهاتف الذكي. لذلك فإنهم بالكاد يهتمون باستهلاكهم الغذائي. معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده إن كتير جدا من الناس بتاكل الأكل أو بسرعة كتيرة، ممكن في السيارة في الأكل، هو بيتكلم في التليفون، فما بيستمتعش بالأكل، ما بيديش فرصة لهضم الطعام كويس، ما بيلاحظش هو بياكل ايه وما بياكلش ايه او ايه هي الكمية اللي كلها. وبالتالي لابد انك تاكل وانت واعي وعارف انت بتاكل ايه وامتى هتبطل اكل وامتى هتستمتع بالاكل. فالاكل غير الواعي بيؤدي الى زيادة الوزن، فخد بالك انت بتاكل ايه وخد بالك انت كلت قد ايه، كم والكيف مطلوب. في النهاية بتمنى ان اكون وصلت لك معلومة عن كيفية انقاص وزنك بصورة طبيعية. اتمنى ان هذه المعلومات تساعدك على انقاص وزنك، واتمنى انك لو كنت معايا لحد الان في هذا الموضوع تعمل لنا لايك شير. شكرا والى اللقاء.